أدى طلاب الثانوية العامة امتحان مادتي الفيزياء لشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية. وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم إن هناك تأمينات مكثفة لعملية نقل الأسئلة من جهة الطباعة لمراكز التوزيع وحتى لجان سير الامتحانات، وكذلك إعادتها بعد إجابة الطلاب على الأسئلة. وأضافت أن هناك تكثيفات أمنية أمام لجان سير الامتحانات من سيارات تأمين وأفراد أمن من قوات الشرطة، حيث يوجد بكل لجنة سير 5 أفراد أمن مع كل منهم عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب واستخراج ما لديهم من أجهزة إلكترونية.